حكمها سنة مؤكدة حتى في السفر، وتسن جماعة، وفعلها في جامع أفضل. نعم، سنة مؤكدة، هذا على المذهب وقول الجمهور. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى القول بالوجوب، أن صلاة الكسوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد وليس أمر وجوب، ولذا قال المؤلف هنا أنها سنة مؤكدة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة. ووقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كسوف واحد فقط للشمس، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع كسوف واحد للشمس، وكان في عقيدة أهل الجاهلية أنه إذا وقع الكسوف أو الخسوف فيقول ولد اليوم عظيم أو مات اليوم عظيم، هذا عقيدتهم. فقدر الله سبحانه وتعالى أن اليوم الذي كسفت فيه الشمس مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا هذه العقيدة عند الناس: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقعان لموت عظيم ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فإذا الكسوف أو الخسوف عندما يقع كأن الله يقول لنا: انظروا إلى قدرتي، كسفت لكم جزءا من الشمس أو جزءا من القمر أو القمر كله، حتى تعلموا أني قادر على أن أجعل ذلك دائما سبحانه وتعالى. وخسف الشمس والقمر، خلاص راح، مثل الذي وقع الآن الزلزال الآن في تركيا، صلى الله تبارك لهم السلامة والعافية. الله تبارك يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويف، فكان الله يقول لنا هذا جزء يسير من الأرض، في لحظة انظروا كيف صار، فما بالكم إذا جاء اليوم الذي أفعل هذا بالأرض كلها. وإنما يرينا الله تبارك بعض قدرته سبحانه وتعالى لنرجع إليه سبحانه وتعالى. وكذلك الكسوف والخسوف، بعض الناس في وقت الكسوف والخسوف يذهب يصور ومستانس وكذا، لا، لابد في مثل هذه الحالة أن الإنسان يخاف أن الله يريه بعض قدرته سبحانه. وإن كان واحد يقول الكسوف معروف بعد شهر بيجي كسوف بيجي كذا، وإن كان، لكن من الذي جعل الكسوف، من الذي صيره كذلك؟ هو الله ليرينا قدرته سبحانه وتعالى. وتصوروا أن الله جعل الكسوف دائما، كيف سنعيش؟ فالقصد أنه كسوف الخسوف آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لتخويف العباد ليرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. قال: سنة مؤكدة حتى في السفر، يعني في الحضر في السفر إذا حدث الكسوف الناس تصلي لله تبارك، لأن الكل مطالب بتأمل هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى. وتسن جماعة، هذا الأصل، لأن صلاة الكسوف ينادى لها: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فتسن جماعة. ومفهوم قول المؤلف تسن جماعة تجوز فرادة، يعني يجوز إنسان يصلي صلاة الكسوف في بيته، خاصة بالنسبة للنساء مثلا يصلي في بيته صلاة الكسوف، أو الرجل يصلي في بيته صلاة الكسوف، لا يجب عليه أن يأتي يصليها جماعة في المسجد، لكن في المسجد أفضل، تسن أن تكون، لأن كان ينادى لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفعلها في جامع أفضل. الجامع يعني الجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة، أن المساجد في الشريعة تنقسم إلى قسمين: مساجد تؤدى فيها الفرائض فقط، وفي مساجد تؤدى فيها الجمعة ويسمى جامعا. الذي لا تؤدى فيه صلاة الجمعة يسمى مسجدا أو مصلى، والذي تؤدى فيه صلاة الجمعة يسمى جامعا. يقول تصلى في جامع أفضل، حتى لأن عادة الجامع يكون أكبر، فيجتمع فيه أكبر عدد من الناس في مثل هذه الصلاة. نعم.